صباح آخر على طريق الهجرة. الوجهة وادي لقف، حيث الثنية التي مر منها الركب مبتعدا عن عيون المطاردين ومختصرا 6 كيلومترات من الطريق. القافلة تمشي على إحداثيات دقيقة، لكنها لا تصل إلى حيث تريد. الأعصاب التي بدأت تسخن أطفأها الفريق بمضخة ماء صادفته. وعيد يعلن غضبه على التكنولوجيا وما أنتجته التكنولوجيا. لم يطل الدوران كثيرا حتى لاحت معالم الوادي من بعيد. الأجهزة استجابت، وعيد يقف حيث أراد وخطط. هبط الرسول المسلم عليه هذه الثنية إلى وادي لقف. لقف، هذا اسم وادي لقف. إذن الرسول المسلم عليه هبط هذه الثنية يوم الخميس، يوم 8/3 السنة الأولى للهجرة. وكل هذا الهبوط وهذا المكان بعيداً عن القوافل، لا تسلك هذا الأماكن قوافل، ليس مسلكاً للقوافل، إنما عبد الله بن أريقط يقودهم ويعرف المكان، يعرف موارد المياه ويعرف حيث ممكن يشترون شاة أو عنز أو تيس أو، ويعرف أين يريدون ويعرف أين يشربون. ماراً بجانب هذا الجبل اللي يسمى جبل المليساء، شوفوه جبل جرانيتي أحمر بين هذه الجبال البازلتية، جبل أحمر. وأيضاً يسمى صخرة هذا الجبل الجرانيتي، كأنه جمل بارك، يسمى أيضاً صخرة أكها. أكها. إذن مر الركب النبوي، ربما بات الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هنا، ربما لا نشوف، والآن قربنا، انتصفنا، تعدينا نصف الطريق من مكة إلى المدينة، الآن أمنوا. إذن الآن مشوا من هنا وسيذهبون بعد وادي لقف إلى مدلجة لقف.
هذا البئر خلفي اسمه بئر الرضوان. هل هو موجود أيام ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ لا أعرف، لا أعتقد، لأنه عليه صبات طمس، يعني هل هو مطوي، هل فيها أحززة رشاء قديمة، الله أعلم. بس اسمه بئر الرضوان، احنا ما جينا عشان بئر الرضوان، احنا جينا عشان التقاء وادي لقف 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 مع وادي النخل، ثم يصبحان واديا واحدا إلى القاحة ثم إلى الأبواء. وعمره 6 سنوات ماتت أمه آمنة. كان محمد النبي طفلا يراقبها وهي تسلم روحها. كان يوما لا يمكن أن ينساه، خصوصا حين يعود له بعد سنين طويلة. تصوروا حال رسولنا الكريم ل6 سنوات وهو يمشي من هنا وينام قريبا على طريق القوافل بعد ما دفنوا أمه، وحيدا وحيدا الآن، لا أم ولا أب. تصوروا حال، تصوروا حال رسولنا الكريم. بعد ما كبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وبعث صلى الله عليه وسلم وهاجر وبدأ بنشر الدعوة، جاء مرة على الأبواء، لأن الأبواء على طريق التجارة وعلى طريق الهجرة وعلى طريق القوافل بين مكة والمدينة. جاء إلى الأبواء كما تقول الرواية في 1000 مقنع، يعني فرسان مقنعين في أحدى غزواته، فصلى بهم المغرب وذهب يزور قبر أمه. يعرف قبر أمه، يعرف قبر أمه، فبكى عند قبرها فلم يرى باكيا مثل ذلك اليوم. كل 1000 بكوا، حتى أنه بدأ ينشج نشيجا، ينشج من شدة البكاء. ويبدو أن هذه هي الزيارة الأولى بعد وفاته يوم كان عمره 6 سنوات. ولا غرو في ذلك أنه دلها، لأنها في الأبوة، والأبوة معروفة ويعرف المكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه رحمة ورحيم وعظيم، يبكي، ما يقول أنا أستحي، أنا رسول الله، أنا سيد ولا آدم، لا، زار أمه وبكى، ومن شدة البكاء أصحابه ليسوا حوله، هم بعيدين عنه قليلا، لكنهم سمعوا شدة النشيج والدموع والنشيج، وربما بدأ يهتز، فبكوا كلهم لبكاء. خرج الركب النبوي من وادي النخل وجبل المليسة أو صخرة أكها، ثم مدلجة لقف. هذا الآن وادي لقف، وهذا الوادي اللي ترونه الآن اللي فيها الإبل الآن تمشي، هذا الوادي الآن الضيق هذا اسمه مدلجة لقف، والإدلاج هو المشي آخر الليل. ليش هو سمي مدلجة لقف؟ لأنهم هنا العرب سمي، طبعا اسم مدلجة لقف حديث الاسم، المدلجة نفسها، لأنه ما في طريق يخرجك من هنا باتجاه المدينة إلا هذا المكان، فالناس يدلجون معه ويصبحون، فسمي مدلجة لقف. ليش؟ لأن الجبال تحد مع الجهات يمينا وشمالا، ما في مكان آخر ممكن تسلكه، فسمي مدلجة لقف لأن الناس مدلجين معه مصبحين رايحين جايين. من هنا سار الركب النبوي في هذه الأرض النائية، طبعا نائية للقوافل لكنها معروفة عند أهلها وأهل البادية يعرفونها وما زالوا عايشين فيها، لكنها ليست طرق مسلوكة. مدلجة
مجاح طولها يعني طول هذا الوادي المدلجة، مدلجة مجاح طولها 4 كيلومتر. الآن وصلنا زي ما يقولون الحين للأسف بالإنجليزي حرف تي، ها؟ اللي هو وادي مجاح، مدلجة مجاح، وادي مجاح، وهو وادي فحل يصب في وادي النخل. وطريق القوافل الأساسي ما زال غربا عنا بعدة كيلومترات، طريق البخور، طريق رحلة الشتاء والصيف يمشون قريب منه، قريب منه يعني بأربعة إلى 7 كيلومتر، أحيانا 10 كيلومتر. الله، شوفوا الآن انفرج الوادي خلفي، هذا هو وادي مجاح، ومدلجة مجاح تصب في وادي مجاح. شوفوا شون عرض الوادي، حوالي 600 متر عرضه. الركب النبوي أتى من هنا بعد ما مشى 4 كيلومتر ودخل بين هذين الجبلين، الجبل الأيمن هذا جبل عقربان، وهذا الأيسر جبل أم طاهر. الآن هذاك الريع الضيق اللي يسمى مرجح مجاح طوله 1 كيلومتر، وعر ما تدخله السيارات، لكن القائد الخريط عبد الله بن رويقد قادهم فيه. وهذه الأودية، وادي مجاح أو مدلجة مجاح أو حتى وادي لقفة، كلها أودية جارفة، عندما تسيل تجرف، ما في طريقة. حتى قبل سنتين حصل هنا حادث أن 20 من الإبل، الناس كانوا هنا مخيمين ما كانوا شافوا السيل، يسمونه السيل درو أو سيل منقول، باللغة الدارجة يسمونه درو، وباللغة الحقيقية سيل منقول. راحوا لبيوتهم للديرة للأبواء، فجاء السيل جرف 20 من الإبل كلها ماتت. حين تقف أمام هذا الوادي الذي يلفه الصمت، تحس أنك أمام مشهد من زمن توقف عند لحظة جليلة فرضها مرور الركب المهاجر. تتأمل الوادي مستعيدا تلك اللحظات، فتتحرك الحياة وكأن ذكرى الركب تنبض من جديد. سلكوا هذا الطريق الوعر جدا، طوله 2720 متر، ثم إلى مرجح العصوين. سلك هذا الطريق ليختصر مسافة أكثر من 5 كيلومتر، لو سلك وادي مجاح واستدار وفر أكثر من 6 كيلومتر. 6 كيلومتر على إبل ليست بالمسافة القليلة، وعلى الرجال وعلى الماء. فسلك هذا الطريق الضيق جدا وخرج على مرجح العصوين مع هذه الجهة.
نهاية مرجح مجاح وبداية مرجح ذي العصوين. انظروا مرجح ذي العصوين هذا الشعب. ليش سمي ذي العصوين؟ طبعا الرسول مر من هنا. ليش سمي ذي العصوين؟ هو تثنية عصائين، يعني عصا عصوين. العصا هذا تلعة، شوفوا تلعة تلمة تسيل من هنا وتلتقي مع التلعة الأخرى الشمالية، فيلتقيان في مكان يسمى الملتقى. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه نزل من هذا الطريق، وهذه أخفاف الإبل انظروا ماذا فعلت بهذا الصغور، لبدتها تلبيدا. شوفوا الأثر، أثر كبير. الآن مرجح ذي العصوين، العصا الأولى، العصا الأولى من هنا يبدأ العصا. طوله يمكن حوالي 350 متر، ونزل بهم من هذا المكان. انظروا الطريق كيف مسلوك وملبد من كثر ما مرت عليها الإبل، تراه بالعين المجردة واضح جدا، واضح جدا. طبعا تقولون كيف عرفنا ذلك؟ الأستاذ عبد الله القاضي، الدكتور عبد الله القاضي اللي مشى هذا الطريق وتعب، قام بعمل جبار، جمع كل الروايات وكل الأقوال البلدان. ينظروا الصخور كيف ملسة من كثر ما تطع عليها أخفاف الإبل. شوف شلون تملست صخرة البازلت الصلبة ذي، شوفوا. انظروا إلى الكتابة، اللهم أيضا كتابة إسلامية مبكرة، عربية إسلامية مبكرة. اللهم صل على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه رسومات للإبل وللنعام، وهذه وسوم حروف ثمودية، هذا وسم حرف ثمودي. وهذا رجل راكب حصان في هذا المكان، راكب حصان، هذا حصان. طبعا ليس هذا معناه ان اللي كتبها علشان يعرف ان الرسول مر من هنا، هذا التحقيق تحقيق بالصوت والصوره. خطى العرب اول من قام به بهذا الطريق، وقبلنا ومشينا ودلنا عليه وافادنا الدكتور عبد الله القاضي سلمه الله في بحثه الرائع اللي بذل سنوات طويله يعمل فيه. اذا ينزل الطريق على ذي العصوين الان، هذا العصا الاولى، يستمر إلى الملتقى. وبعد مرجح ذي العصوين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الوادي اللي يسمى الملتقى أو الملقى أو الملتقى، ملتقى الواديين اللي هو العصا الجنوبي والعصا الشمالي. ينظروا التقوا هنا تماما مثل هذا العصا اللي جابه سامر، هذا عصا سمر، هذا العصا الجنوبي وهذا العصا الشمالي، التقوا مع بعض في الملقى. والرسول نزل من ها هنا من مرجح ذي العصوين، ثم مشى من هنا، ثم سلك العصا الشمالي، ترك الجنوبي إلى أم كشت. أم كشت سنذهب إليها.